السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي طلابي طلاب الصف الثالث الإعدادي. وخلاص خلصنا شرح الدرس الثالث الكميات الفيزيائية القياسية والمنتجة. النهاردة معادنا مع حل تدريبات كتاب الامتحان على الدرس ده، واللي ما شافش الشرح ياريت يرجع له تاني عشان يقدر يحل معنا. الحل هيكون على كذا فيديو لأن طبعا التدريبات كتيرة، فالنهاردة هيكون الجزء الأول منه. هات كتابك ورقة وقلم ويلا ابدأ حل معايا، يلا بينا. وما تنسونيش باللايك والشير عشان تشجعوني على الاستمرار. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض. أول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة من الكميات الفيزيائية القياسية. هل نصف القطر والمسافة، ولا الزمن والقوة، ولا العجلة والسرعة، ولا الكتلة والإزاحة؟ طبعا الكمية الفيزيائية القياسية هي كمية فيزيائية يكفي لتحديدها معرفة مقدارها فقط، يعني ما بحتاجش الاتجاه. طب تعالوا نشوف واحدة واحدة كده. القطر نصف القطر، بحتاج فقط المقدار، والمسافة برضو بحتاج المقدار فقط. يبقى إذن نصف القطر والمسافة كمية فيزيائية قياسية، يبقى هي دي اللي أنا هختارها. طب نتأكد بقى الإجابات عاملة إيه. الزمن والقوة، القوة كمية فيزيائية متجهة، أما الزمن قياسية، بس حط لي هنا واحدة متجهة مع قياسية فما أقدرش إن أنا أختارها. العجلة والسرعة، العجلة كمية فيزيائية متجهة، والسرعة ممكن تكون سرعة متجهة فتكون برضو كمية فيزيائية متجهة، عشان كده ما أقدرش إن أنا أختارها. الكتلة والإزاحة، الكتلة كمية فيزيائية قياسية مظبوط، ولكن الإزاحة كمية فيزيائية متجهة، علشان كده الإجابة رقم ألف. رقم اتنين، لتحديد الطول والكتلة والزمن يلزم معرفة. طب أنا أشوفهم هل دول كمية فيزيائية قياسية ولا متجهة؟ الطول كمية فيزيائية قياسية، والكتلة قياسية، والزمن قياسية، يبقى إذن يلزم لمعرفتها أو لتحديدها معرفة المقدار فقط. هل بحتاج اتجاه؟ لا. بحتاج مقدار واتجاه؟ لا، بحتاج إيه؟ المقدار فقط. رقم ثلاثة، من الكميات الفيزيائية التي يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها، يبقى إذن هنا عايز كمية فيزيائية متجهة. هل الكتلة؟ لا، الكتلة كمية فيزيائية قياسية. القوة؟ أيوة، القوة كمية فيزيائية متجهة يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها. طب الكثافة؟ لا، الكثافة كمية فيزيائية قياسية، والمساحة كمية فيزيائية قياسية. السؤال رقم أربعة، الإزاحة كمية متجهة، وحدة قياسها هل المتر؟ المتر على الثانية، متر على الثانية تربيع، ولا متر في ثانية؟ طبعا الإزاحة وحدة قياسها هي المتر، زيها زي المسافة، ولكن المسافة كمية فيزيائية قياسية، والإزاحة كمية فيزيائية متجهة. رقم خمسة، العبارات الآتية توضح حالات مختلفة من الحركة. تعالوا نشوف الحالات إيه هي. طائرة تتحرك مسافة 500 كيلومتر باتجاه الشمال، اتجاه الشمال هنا أصبحت هنا إيه؟ دي كمية فيزيائية متجهة. سائح يسافر رحلة طولها 100 كيلومتر، يبقى إذن دي كمية فيزيائية قياسية عشان ملهاش اتجاه. قوقع يتحرك بسرعة 3 مليمتر على الثانية في خط مستقيم نحو حشرة، هنا حدد الاتجاه بتاعه، يبقى هنا دي كمية فيزيائية متجهة. متسابق يجري بسرعة متوسطة مقدارها 5 متر على الثانية حول ملعب كرة قدم، دي كمية فيزيائية قياسية. بيقولي أيا منهم تعبر عن كمية متجهة. طب تعالوا نشوفها تاني كده، احنا قلنا المتجهة ايه وايه؟ قلنا رقم واحد اللي عشان قال لي باتجاه الشمال، اللي هي طائرة تتحرك مسافة 500 كيلومتر باتجاه الشمال، يبقى رقم واحد مظبوطة. ورقم ثلاثة ليه؟ لأنه قال لي في خط مستقيم نحو حشرة، تمام، يبقى إذن واحد وثلاثة هما اللي بيعبروا عن كمية فيزيائية متجهة. هنا قال لي واحد واثنين، ولا واحد وثلاثة، ولا اثنين وثلاثة، ولا اثنين وأربعة؟ طبعا واحد وثلاثة. لازم نبقى فاهمين كويس احنا بنحل ازاي، منبقاش حافظين، لأن المنهج الجديد كله بيعتمد على الفهم مش الحفظ. السؤال رقم ستة، عندما يتحرك جسم مسافة 20 متر في خط مستقيم في اتجاه ثابت، يكون مقدار ازاحته كام؟
الجسم اتحرك في خط مستقيم واتجاه ثابت 20 متر، يبقى اذا ازاحته هل صفر ولا 20 متر ولا 40 متر ولا 80 متر؟ يعني اعتبر الجسم بدأ من هنا ومشي كده في اتجاه ثابت، راح من ألف إلى باء ومشي في اتجاه ثابت كده اتجاه واحد في خط مستقيم، مشي مسافة 20 متر، يبقى إذا الإزاحة هتبقى كام؟ يبقى مش صفر ولا 40 ولا 80، هي 20 متر، رقم باء. سؤال رقم 7، عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم تكون النسبة بين المسافة المقطوعة والإزاحة الحادثة نقط الواحد الصحيح. تعالوا نشوف مثلا زي المثال اللي قبل ده، كانت مسافة 20 متر والإزاحة 20 متر وتحرك الجسم في خط مستقيم. طب النسبة ما بين 20 متر المسافة و 20 متر الإزاحة، 20 على 20 فيها الكام؟ فيها الواحد. يبقى إذا النسبة ما بين المسافة المقطوعة والإزاحة الحادثة هتساوي الواحد الصحيح. طيب يلا نشوف تاني السؤال، عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم وتكون المسافة بين وتكون النسبة بين المسافة المقطوعة والإزاحة الحادثة أكبر من الواحد الصحيح ولا يساوي ولا أقل من؟ تمام، يساوي الواحد الصحيح، لأن ساعتها المسافة هتساوي الإزاحة. رقم 8، في الشكل المقابل إذا تحرك الجسم من النقطة R إلى النقطة U، يعني راح من R إلى U، بقى كده قطع كام من 20 متر؟ كان واقف عند ال 20 متر وبعدين بقى عند ال 50، تمام، ثم عاد إلى النقطة S وبعدين رجع للS تاني، فإن مقدار الإزاحة الجسم يساوي كام متر؟ إحنا قلنا الإزاحة هي المسافة المقطوعة ما بين موضع البداية إلى موضع النهائي، موضع البداية الـ AR، موضع النهائي مين؟ S، يبقى إذا كام؟ من 20، اتحرك من النقطة الـ 20 لحد الـ 30 متر، يبقى الفرق بينهم كام؟ 10 متر، هنا جايب لي اختيارات 10، 30، 50، 60. طبعا 10 متر، نبقى فاهمين احنا بنحل ازاي. السؤال رقم 9، في الشكل المقابل ابص على الشكل الف باء جيم، بدأ الجسم حركته من النقطة الف متجها جنوبا الى النقطة باء، يعني راح من الف جنوب الى باء، ثم اتجه شرقا الى النقطة جيم، وعليه فإن، يعني راح من الف جنوبا الى باء، بعد كده الاتجاه بتاعه بقى شرق، وصل لحد النقطة ج، عايز مقدار ازاحة الجسم يساوي طول ايه؟ الازاحة احنا قلنا هي عبارة عن ايه؟ اقصر خط مستقيم من موضع البداية الى موضع النهاية، هو بدأ بألف وانتهى بجيم، يعني كانت بدايته عند ألف وانتهى عند جيم، يبقى اذا الازاحة هو اقصر خط مستقيم ما بينهم اللي هي ألف جيم. طيب جايب لي هنا ايه؟ ألف باء، باء جيم، ألف جيم، ولا ألف باء زائد باء جيم، ولا ألف باء زائد باء جيم؟ لا طبعا هي ألف جيم، لأن هي أقصر خط مستقيم من موضع البداية لموضع النهائي، ده مقدار الإزاحة. بالرقم 2، المسافة التي يقطعها الجسم تساوي طول إيه؟ إحنا المسافة هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من موضع الابتدائي لموضع النهائي، يعني أحسب كل اللي هو مشيه وراح من ألف لباء، بعدين من باء لجيم، يبقى إذا المسافة اللي يقطعها الجسم يساوي طول ألف باء زائد باء جيم. تعالوا نشوف الاختيارات، ألف باء بس؟ لا طبعا غلط، باء جيم بس؟ طبعا غلط، ألف جيم بس؟ غلط، ولكن صح ديت ألف باء زائد باء جيم، مش كده؟ اختار رقم د، ألف باء زائد باء جيم دي المسافة. زي ما انتم شايفين الاسئله سهله وبسيطه جدا، طول ما انتم مذاكرين هتلاقي كل حاجه ماشيه معاكم بكل سهوله، وان شاء الله تقفلوا في الامتحان وتنجحوا بدرجات عاليه. تعالوا نشوف السؤال رقم 10، اذا تحرك شخص 8 متر باتجاه الشمال، يعني مثلا اعتبر الشخص هنا بدا حركته من هنا اتجه 8 متر شمالا، 8 متر باتجاه الشمال كده، موضوع البدايه هقول مثلا الف، يليها 4 متر باتجاه الشرق، فين الشرق كده؟ ده الشرق، 4 متر، تمام؟ ثم 8 متر باتجاه الجنوب، بعدين رجع 8 متر تاني باتجاه الجنوب، ادي 8 متر، يبقى إذا أ دي موضع البداية، باء هنا موضع النهاية، فهنا إزاحته تساوي الإزاحة إيه؟ أقصر خط مستقيم بين موضع البداية وموضع النهاية، يبقى أقصر خط مستقيم هنا ما بين ألف وباء كده، وده الاتجاه بتاعها، لأن ده موضع البداية وده موضع النهاية،
طيب اقصر خط مستقيم كام؟ ده عباره عن مستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين، يبقى ده 4 متر، يبقى ده برضو 4 متر في اتجاه ايه؟ في اتجاه الشرق. تعال نشوف الاختيارات، 20 متر، 12، 8، 4. طبعا 4 متر، وفهمنا ليه 4 متر. السؤال رقم 11، في الشكل المقابل إذا تحرك جمال من النقطة ألف إلى النقطة سي، يعني راح من ألف لسي كده؟ لا، ده قال لك إيه؟ مرورا بالنقطة بي، يبقى من A لبي لسي، ثم عاد إلى النقطة A مرة أخرى. كلمة عاد إلى موضع البداية مرة أخرى، يبقى إذا الإزاحة عندي بتساوي صفر. طيب شوف بقى بقية السؤال، فإن المسافة التي قطعها تكون أكبر من مقدار الإزاحة بمقدار كام؟ أنا طبعا الإزاحة بتساوي صفر، لأن موضع البداية هو نفس موضع النهائي، لكن المسافة هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من موضع البداية إلى موضع النهاية. هو بدأ عند A راح لـ B قطع 3 متر، ومن B لـ C 6 متر، ومن C لـ A 4 متر، هنجمعهم 3 زائد 6 9 زائد 4 يبقوا 13. فإن المسافة التي قطعها تكون أكبر من مقدار الإزاحة بمقدار كام؟ 13 متر. هل 7؟ لأ. 10؟ لأ. 9؟ لأ. 13 مظبوطة. الإزاحة أصلا بتساوي صفر، والمسافة بتساوي 13، يبقى المسافة أكبر من الإزاحة بمقدار 13 متر. السؤال رقم 12، من الشكل البياني المقابل ما مقدار المسافة الكلية المقطوعة خلال 35 ثانية من بدء الحركة؟ تعالوا نشوف الشكل البياني، علاقة ما بين مسافة وزمن، المسافة بالمتر والزمن بالثانية. هنا عايز المسافة المقطوعة خلال 35 ثانية من بدء الحركة. طيب ادي 35 ثانية، خلال 10 ثواني الأولى قطع كام؟ 20 متر. بعد كده حصل عملية توقف، هنا ما اتحركش خالص، من الثانية العشرة لحد الثانية الخمسة وعشرين مفيش حركة. بعد كده بعد الثانية الخمسة وعشرين لحد الخمسة وثلاثين رجع تاني عند موضع البداية، يعني قطع برضو 20 متر، أو قطع مسافة 20 متر، يبقى 20 زائد 20 هيبقى 40 متر. هنا جايب لي الاختيارات كام؟ 0، 20، 40، 70. طبعا 40 متر، 20 متر ذهاب و20 متر إياب. سؤال رقم 13، يتحرك عامل حول مخزن بدءا من النقطة ألف أو نقطة A وحتى العودة إليها مرة أخرى، يعني راح من A مشي 50 متر شمال، وبعدين شرق 120 متر، ورجع الجنوب 50 متر، وغرب تاني 120 متر. بيقولي ما مقدار كل من المسافة المقطوعة والإزاحة الحادثة على الترتيب؟ طبعا بما أن موضع البداية هو نفس موضع النهاية، يبقى إذا الإزاحة بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طب المسافة المقطوعة احسب كل اللي مشيه، لأن احنا قلنا المسافة هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من موضع الابتدائي لموضع النهائي، يبقى 50 زائد 120 زائد 50 زائد 120، احسبها كلها كده، يبقى 50 و 50 100، و 120 120 يبقى 240 زائد 100 يبقى 340. يبقى إذا المسافة والإزاحة على الترتيب 340 وصفر. هنا جايب لي صفر وصفر، غلط. صفر و 340 غلط. 340 مسافة إزاحة صفر، طبعا دي المظبوطة. هنا 340 متر مسافة و 340 متر إزاحة، طبعا غلط، يبقى الإجابة المظبوطة عندي رقم جيم. السؤال رقم 14، في الشكل المقابل تحرك الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، فإن مقدار الإزاحة الحادثة تساوي كام سنتي؟ الجسم عشان يتحرك من نقطة ألف إلى نقطة باء، شايفين؟ يبقى إذا الإزاحة أقصر خط مستقيم ما بين موضع البداية إلى موضع النهائي، يعني أنا هجيب مسطرة كده، دي الإزاحة، ألف باء دي الإزاحة. أخلي بالي هنا بقى، نصف القطر 10 سنتي، ألف ميم 10 سنتي، يبقى نصف القطر ب ميم برضو 10 سنتي. طب ده الوتر، دي عن طريق، وده مثلث قائم الزاوية، عن طريق نظرية فيثاغورس. زي ما قلت علشان نقدر ان احنا نجيب الازاحه الف باء هستعمل نظريه فيثاغورس. طيب النظريه دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي الف باء تربيع بتساوي الف ميم تربيع زائد ميم باء تربيع. يبقى اذا الف باء تربيع هتساوي، هنعوض الف ميم بكام؟ ب 10، يبقى 10 تربيع زائد ميم باء برضو 10، لان الاثنين نصف القطر، يبقى ميم باء
تربيع اللي هي 10، اسفه 10 كده. يبقى اذا ا ب تربيع هتساوي 10 تربيع يعني 10 في 10 يعني 100 زائد 10 في 10 برضو 100، يبقى هتساوي كام؟ هتساوي 200. يبقى عندي ا ب تربيع هتساوي 200. طيب يبقى اذا ا ب هتساوي ايه؟ بتساوي الجذر التربيعي ل 200. اعملوها على الاله الحاسبه هتطلع 10 جذر 2. طب تعالوا نشوف الاختيارات. مديني 10 جذر 2، 10، 20، 31 و 4 من 10. طيب هل ممكن 10 جذر 2 دي تبقى 31 و 4 من 10؟ لا، 10 جذر 2 تقريبا 14 وحاجه، فالاجابه الصحيحه هي 10 جذر 2 فقط دي. السؤال رقم 16. إذا أطلق شخص طلق ناري فتحرك بسرعة 600 متر على الثانية شرقا، هنا في اتجاه، يبقى السرعة دي سرعة متجهة. تسمى سرعة الطلق الناري بالسرعة المنتظمة، القياسية، المتجهة ولا النسبية؟ طبعا سرعة متجهة لأن لسه قايل لي شرقا، شرقا هي أصبحت هنا سرعة متجهة. سؤال رقم 17. السرعة المتجهة تساوي القانون بتاعها، هل المسافة على الكلية على الزمن الكلي؟ ولا الإزاحة على الزمن الكلي؟ ولا المسافة الكلية في الزمن الكلي؟ ولا الإزاحة في الزمن الكلي؟ طبعا السرعة المتجهة هتساوي الإزاحة على الزمن الكلي، ولكن لو كان قال لي سرعة قياسية كانت هتبقى المسافة الكلية على الزمن الكلي. سؤال رقم 18. شادي وهادي يتحركان بنفس مقدار السرعة وفي اتجاهين متضادين، فإن لهما نفس، يعني مثلا لو احنا دي موضوع البداية نعتبر شادي مشي كده، ده شادي، اعتبر هادي العكس في اتجاهين متضادين هادي، فإن لهما نفس الإزاحة ولا السرعة القياسية ولا السرعة المتجهة ولا ألف وجيم معا؟ طبعا الإزاحة ما ينفعش، ليه؟ لأن الاتجاهين متضادين. السرعة القياسية أيوة دي اللي صح، لأن الاتنين تحركها بنفس مقدار السرعة، يبقى السرعة القياسية واحدة، لكن لو كان قال لي سرعة متجهة طبعا غلط، يبقى لينا سرعة متجهة ايه غلط؟ وألف وجيم معا اللي هي إزاحة وسرعة متجهة طبعا برضو غلط، لأن الاتنين لهما نفس السرعة القياسية فقط. ايه؟ رقم ب. السؤال رقم 19. الشكل المقابل يوضح ثلاث نقاط بي وكيو وآر، بي وكيو وآر، فإذا تحرك الفتح مباشرة من النقطة بي إلى النقطة آر، يعني فتح مشي من بي إلى آر كده، ده فتح، بينما تحرك مجدي من النقطة بي إلى النقطة آر مرورا بالنقطة كيو. طب تعالى نشوف مجدي بقى نعملها بلون تاني. تحرك منين؟ من النقطة بي إلى النقطة آر مرورا بالنقطة كيو، يبقى من بي لكيو كده الأول وبعدين من كيو لآر، يبقى ده مين؟ ده مجدي. أيا من العبارات الآتية تعبر عن الشيء المشترك في رحلة فتحي ورحلة مجدي، يعني ناخد بالنا مجدي مشي من بي لكيو لآر، فتحي راح من بي لآر على طول. طب هل نفس السرعة المتوسطة لمجدي وفتحي ولا نفس السرعة المتجهة ولا نفس الإزاحة ولا نفس المسافة؟ طبعا نفس السرعة المتوسطة غلط، لأن السرعة المتوسطة تساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. نفس السرعة المتجهة برضو غلط، لأن الاتجاه اللي مشي فيه فتحي غير الاتجاه اللي مشي فيه مجدي. نفس الإزاحة، تعال نحسبها كده، الإزاحة أقصر خط مستقيم بين موضع البداية لموضع النهاية، فتحي كانت بدايته بي ونهايته ار، يبقى بي ار دي الازاحه بتاعت فتحي. طب مجدي، مجدي بدا من بي لكيو ونهايته ار برضو، يبقى اذا برضو مجدي الازاحه بتاعته بي ار، يبقى لهما نفس الازاحه. طب تعالى نشوف نكمل السؤال كده. نفس المسافه؟ لا طبعا، مسافه بتاعت فتحي هي طول بي ار، لكن مسافه مجدي بي كيو زائد كيو ار. السؤال رقم 20. من الشكل البياني المقابل أيا من العبارات الآتية تصف الحركة وصفا صحيحا؟ طب تعالوا نشوف الرسم الأول بعدين نشوف الأسئلة.
هنا بيقول لي ايه علاقة ما بين ازاحة بالمتر وزمن بالثانية؟ جسم بدأ حركته من السكون عند ألف أو إيه، وتحرك كام ثانيتين وصل لي بي، يبقى هنا عمل إزاحة إيه بي، عمل إزاحة 4 متر خلال ثانيتين. بعد كده الجسم توقف، الإزاحة ثابتة زي ما هي برغم مرور الزمن. جه عند الثانية 7 فالجسم اتحرك من 4 متر رجع تاني لموضع النهائي بتاعه، يعني مشي 4 متر خلال ثانية واحدة. اخد بالي من A ل B قطع مسافة 4 متر في ثانيتين، ولكن C D قطع برضو 4 متر في الاتجاه المعاكس ولكن في ثانية واحدة. يبقى اذا سرعة الجسم عند A B اقل من سرعته عند C D. ليه؟ لانه قطع نفس المسافة خلال زمن اكبر. احنا عندنا طبعا السرعة بتساوي المسافة على الزمن، كل ما هقطع المسافة في زمن اكبر يبقى اذا السرعة اقل، لان عندي علاقة عكسية ما بين السرعة والزمن. ولكن لو انا قطعت نفس المسافة في زمن اقل يبقى اذا السرعة اكبر. طيب تعالوا نشوف الاختيار. السرعة في المرحلة AB اكبر مما في المرحلة CD، AB اكبر من CD؟ لا طبعا غلط. السرعة في المرحلة AB أقل من السرعة في المرحلة CD، AB أقل من CD صح، لأنه استغرق زمن أكتر لقطع نفس المسافة، يبقى رقم B هي اللي صح. طب شوف بقية الاختيارات. السرعة في المرحلة AB تساوي السرعة في المرحلة CD، AB هتساوي CD، هل نفس السرعة؟ لا، احنا قلنا AB أقل من CD. رقم D، السرعة في المرحلة BC أكبر مما في مرحلتين AB و CD، BC أكبر، لا ده هنا السرعة كانت صفر، جسم توقف ما تحركش خالص، لم يتغير موضوعه بمرور الزمن، يبقى اللي عندي الصح هي رقم B. تعالوا نشوف مع بعض آخر سؤال في اختر. يؤدي الطيران في نفس اتجاه الرياح إلى كل مما يأتي ما عدا، يعني عندي 3 اختيارات صح، واحدة فقط اللي غلط اللي أنا هختارها. يبقى زيادة السرعة المتجهة للطائرة، يبقى يؤدي الطيران في نفس اتجاه الرياح إلى كل مما يأتي ما عدا زيادة السرعة المتجهة للطائرة، طبعا هي صح هتزود السرعة المتجهة دي مش هختارها. تقليل مقاومة الرياح، طبعا دي صح مش هختارها. زيادة كمية الوقود، دي غلط ما عدا زيادة كمية الوقود لأنها تؤدي إلى تقليل كمية الوقود وتقليل زمن الرحلة. يبقى إذن يؤدي الطيران في نفس اتجاه الرياح إلى كل مما يأتي ما عدا زيادة كمية الوقود المستهلكة. احنا النهاردة خلصنا اختر، ان شاء الله الفيديو اللي جاي استنوني فيه طبعا، وهنحل مع بعض المصطلح العلمي واكمل العبارات الاتية بما يناسبها، ومع الفيديوهات القادمة كلها نحل مع بعض كل الاسئلة والمسائل اللي على الدرس. اتمنى تتابعوني وشرفتوني النهاردة، ومشكرة ليكم جدا، مع السلامة.